السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحصة اللي فاتت يا ولاد اخدنا حرف الميم، خدنا ايه يا سنة أولى؟ حرف الميم، وقلنا ان عنده كم حركة يا سنة أولى؟ ها، كم حركة؟ 4 حركات. حرف الميم 4 حركات، مين فاكرهم يا سنة أولى؟ ها، أول حركة معايا الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون. يبقى حركات حرف الميم يا سنة أولى قلنا عليهم 4 حركات، الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون. أحسنتم. وقلنا إن حرف الميم له أصوات، مين فاكر أصوات حرف الميم؟ قلنا إن حرف الميم يا ولاد ليه صوت. هو ليه صوت يا سنة أولى؟ أيوة، قلنا الحروف صوتها بيتغير على حسب الحركة اللي معاها، على حسب الحركة اللي معاها. ميم على فتحة تنطق ما، ميم على فتحة تنطق ما، ميم تحتها كسرة تنطق مي، ميم تحتها كسرة تنطق مي، ميم فوقها ضمة تنطق مو، الميم فوقها ضمة تنطق مو. أما السكون يا ولاد، احنا قلنا السكون حركته ضعيفة، يبقى ملهش صوت، يبقى ملهش ايه؟ صوت. أحسنتم. تعالوا نشوف كلمات بحركة الفتح. ميم على فتحة قلنا تنطق ما، ميم على فتحة تنطق ما، زي كلمة ماوس، برافو، وكلمة مزرعة. أحسنتم. الميم لما يكون عليها ضمة تنطق مو، الميم عليها ضمة تنطق مو، زي كلمة مؤذن، زي كلمة ايه سنة أولى؟ مؤذن. وايه كمان؟ كلمة مذيع، مذيع. أحسنتم. الميم يا ولاد لما نحط لها كسرة تنطق مي، الميم عليها كسرة تنطق مي، زي كلمة مصباح، زي كلمة مصباح. وإيه كمان يا سنة أولى؟ زي كلمة مسمار، زي كلمة مسمار. أحسنتم. الميم عليها ساكن قلنا ملهاش صوت، بس لازم يكون في حرف قبله عشان يسنده، زي كلمة قمح. وإيه كمان يا سنة أولى؟ كلمة شمس. أحسنتم. تعالوا النهاردة نشوف قصة الحرف بتاعي، حرف الميم. قصة حرف الميم بتقول ايه؟ بتقول ان كان في بنت اسمها منى. ايه اللي حصل؟ استيقظت منى مبكرا، فقالت لأمها انني جائعة، فأحضرت لها موزا وماء. أكلت منى الموز وشربت الماء وهي تقول ما 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 ما. هنا يا ولاد عرفنا ايه؟ عرفنا ايه يا سنة أولى؟ إن هنا منى باسم الميم. وإيه كمان؟ فيه كلمات تانية؟ الموز. وإيه كمان يا سنة أولى؟ الماء. وعرفنا كمان إن الميم لما بيكون عليها ساكن ما بنعرفش ننطقها، الميم عليها ساكن ما بنعرفش ننطقها، ليه؟ بننطقها ونقول م م م. تعالوا بقى بينا نلعب لعبة. احنا أخدنا يا ولاد حرفين لحد النهاردة، حرف الألف وحرف الميم. تعالوا مع بعض نلعب لعبة بالحرفين اللي أخدناهم. أول معايا حرف، حرف الألف. حرف إيه ده يا سنة أولى؟ حرف الألف. الألف عليه ضمة ينطق أو، الألف عليه ضمة ينطق أو. أحسنتم. نشوف الحرف الثاني اللي هو حرف الميم. الميم عليها ساكن تنطق؟ لأ، لازم يجي قبلها حرف، عشان قلنا إن الميم الساكنة بتكون ضعيفة، لازم حرف يسندها. طب تعالوا نقرأها مع بعض كده. ألف عليه ضمة تنطق أو، والميم م، يبقى تعالوا ننطقها مع بعض كده أم. ننطقها تاني يا سنة أولى أم، يبقى
احنا كده كوننا اول كلمة معايا النهاردة من الحرفين اللي هو الالف والميم. الف على ضمة بتنطق، او والميم على ساكن ملهاش صوت، لما نجمعهم مع بعض في كلمة تنطق ام، تنطق ام. تعالوا نحل الانشطة بتاع الكتاب المدرسي. حرف ايه ده يا سنة اولى؟ حرف الميم. حرف ايه يا سنة اولى؟ حرف الميم. اول نشاط معايا بيقول لي انطق ولون الصور التي بها صوت حرف الميم. قدامي اربع صور، الكلمة اللي الاقي فيها ميم هنلونها. اول صورة عندي دي صورة ايه سنة اولى؟ صورة الشمس. الشمس هنا فيها ميم، يبقى نلونها بسرعة. نلون الشمس، احسنتم. طيب يا ولاد، شمس الميم بتاعتها في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر؟ ها، شمس في الوسط. طب مين اشطر واحد هنا يقول لي الميم بتاعت شمس عليها الحركة بتاعتها ايه؟ فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون؟ ها، عليها سكون، احسنت. شمس، برافو. تاني صورة، صورة جمل. تاني صورة، صورة جمل عليها ميم، فيها ميم يا ولاد؟ يبقى نلون الجمل بسرعة. ها، احسنت يا سنة اولى. نلون الجمل بتاعي عشان فيه حرف الميم جاي في وسط الكلمة. طيب يا سنة اولى، تالت صورة معايا، صورة ايه؟ اسد. في حرف الميم؟ في، لا، ها، فيش فيها حرف الميم، فيها حرف الالف، احسنتوا. طيب الصورة اللي بعد كده، صورة نملة. صورة نملة فيها حرف الميم؟ نلون بسرعة يا سنة اولى، ها، برافو. النملة فيها حرف الميم جاية برضو في الوسط. برافو عليك يا سنة أولى. نشوف النشاط التاني، بيقول لي أنطق وصل صوت حرف الميم بالصورة المناسبة له. أنا عندي يا سنة أولى صور لحرف الميم بحركتها. الميم عليها كسرة، والميم عليها ساكن، والميم عليها فتحة، والميم عليها ضمة. أول صورة دي يا ولاد صورة تمر. تمر فيها ميم؟ أهو. طيب الميم جاية في الوسط ولا في الآخر؟ في الوسط. طيب الحركة بتاعتها عليها إيه؟ تم تم تم، يبقى عليها ساكن، نوصلها بالميم الساكنة، أحسنتم. طيب يا سنة أولى، تاني صورة، صورة معلمة. صورة ايه سنة اولى؟ معلمة. الميم هنا عليها ايه؟ مو، معلمة ضمة، يبقى نوصلها بالميم اللي عليها ضمة، احسنتوا. كلمة اذن. اذن فيها ميم؟ لا، يبقى ماليش دعوة بيها. الصورة اللي بعد كده، مركب. مركب، ما ما، هنوصلها بالميم اللي عليها فتحة. اخر صورة معايا صورة مقص. صورة ايه يا سنة اولى؟ مقص، عليها ميم، فيها ميم يا ولاد؟ طب الميم بتاعتها حركتها ايه؟ مي مي، مقص، يبقى الميم بتاعتها عليها كسرة، نوصلها على طول بالحركة بتاعتها. نشاط رقم نشاط رقم اربعة، بيقول لي استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الميم. أول صورة معايا صورة ملك. ملك، ها، الصورة بتاعت ملك فيها يا ولاد حرف الميم؟ في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر؟ ما، يبقى في الأول، هنضع هنا اهو دايرة، برافو. دي صورة ثوم. ثوم، ها، الميم فين؟ ثوي في الآخر، أحسنتم، ثوم، برافو. الصورة اللي بعد كده، مشمش. ها، في الأول وفين؟ في الوسط، أحسنتم.
النشاط رقم ب بيقول لي استمع ثم ارسم دائرة حول حرف الميم فيما يلي. أول حاجة معايا مي، اسم بنت اسمها مي، فين حرف الميم يا أولاد؟ أيوة، نضع عليه دايرة بسرعة، الميم بتاعت حركته مفتوحة اهي. عند السؤال الكلمة اللي بعد كده المهرج، المهرج الميم هنا عليها ضمة، نضع عليها دايرة. طيب يقومو، يقومو نضع على الميم دائرة. وبكده نكون خلصنا حرف الميم. إلى لقاء آخر مع حرف جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.